قبل أن نعلن عن المحاورة القادمة سنذكركم بأن هناك غدا محاورة رباعية ساخنة تعتبر أسرع مباراة رباعية يشترك فيها كل من خلف بن هزال وأحمد الناصر من طرف، والطرف الثاني صياف الحربي ومستور العصيري. هذه المحاورة تمت بناء على طلب سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد. المحاورة الآن بين الشاعرين، شاعر أخذته أعمال لجنة الشعر الشعبي زميلنا شباب السلمي، وأيضا خلف بن هزال العتيبي. قابله في الليل. هلا يا مرحبا ترحي بيت انت مشي بها الأقلام. هلا يا مرحبا ترحي بيت انت مشي بها الأقلام. بحضر المقام ضيوفا خداع الرفقة مع الأيام. وأقول الكلب قوى رجع الأول على الثاني. وأقول الكلب قوى رجع الأول على الثاني. كما بحر يهيج ويغرق الأعلام. أنا الليلة كما بحر يهيج ويغرق الأعلام. وبخلص من بني داود ولا من سليماني. خلص ما نابذك ذيب الشم ذياب ما تبيت لا لحم كلا بل حسيني. تبعي تركض شهر واحد وبعدين تحرني. تبعي تركض شهر واحد وبعدين تحرني. وحايا الزايا اللي جرت ملعبتنا بنت ولها بل
خدود وشام أبا قبل خدود البنت والمسود العياني أبا قبل خدود البنت والمسود العياني وهو الصدم العابد يا بنت بالأبا الخدود وشام بعد ما طار سعر التمر كيف تفطر الصيام بعد ما طار سعر التمر كيف تفطر الصيام تشعبك ليال الصيف يقصير وشعباني تكرر فالكلام اللي سمعنا به زمان العام تقدم هيلها من غرمك يا لن وميزاني تقدم هيلها من غرمك يا لن وميزاني فالحضارة والسنع قدام لا تقعد من شغل بالفكر فالمعزى وفضاني من فيها عرك عرام أنا هيلي ينزل كل خشم فيها عرك عرام أقوم بس ما يدير وسعد وانك وعدواني شباب ما يدري ولا جيته ولا جاني ترى شباب ما يدري ولا جيته ولا جاني ترى شرطة صلاحيته مما تكبر الدارة يا راعي الديرة اللي قمت تسمع وخلتك النمي ما قد حيت حمراء وصواني وخلتك النمي ما قد حيت حمراء وصواني ترى عبديها لكم تتجمع هرجة النمر ألا وعزيت اللي كل لي جات السوالف قال انا مصلف وتعباني ولا جات السوالف قال انا مصلف وتعباني على يا عزيزي اللي جات اللي عزمنا عصبت الاذن عن كل العلوم Thank you.
يعدي عن متوني يا سليم صفق ذرعاني شاب. شكرا لزميلنا شاب. شباب السلمي وايضا للشاعر خلف بن هزة.